دكتور أحمد توفيق، أستاذ مساعد أشعة تشخيصية جامعة المنصورة، ومبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة وهبقى وبكرة إن شاء الله يعني وبقية المؤتمر. وحابب إن أنا أتكلم عن ماي توك، هتكون بعنوان Aortic Arch Anomalies What Radiologists Need to Know. طبعا الموضوع زي ما كلنا عارفين it's an old but new topic. الموضوع قديم ومعروف من زمان، لكن في حاجات جديدة ظهرت فيه، وعشان كده حابب ادي insights what's new في الموضوع ده، وادي updates في الموضوع ده، ومنها ان الايورتيك ارش فارينس بعد ما كانت بتعتبر كلها اسيمتوماتيك وكلها من غير اي consequences، بدات تخش او بدات تتعرف ان يبقى في لينك بينها وبين الايورتيك باثولوجيز، مينلي الايورتيك دايسكشن والايورتيك انيوريزم. طبعا ده كلام جديد. في كلام تاني جديد على تسميه الموست كومن ايورتيك ارش فاريانت، وهو الكومن اوريجين اوف ذا براكيوسفاليك اند ليفت كومن كاروتيد ارتري. والتسميه دي زي ما هنشوف عليها كلام كتير، لان الاولد نيم كان البوفاين ارش، وده طبعا اتس ميس نومر واز كريتيسايزد باي ماني اوثوريتيز، لكن لغايه دلوقتي ما وصلناش لاسم يكون عليه اتفاق ويكون شورت انف اند ايزي تو ريمبر زي الاولد نيم. شكرا.